بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لمن يريد أن يفهم المشهد اسألوا فاوست. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 552 من برنامجكم ملك وكتابة، حلقة الخميس، حلقة فيها كلام كتير جدا. لكن إيه البداية؟ عندما كتب جوتا رائعته الخالدة فاوست، يس، الرجل الذي باع نفسه للشيطان لتحقيق مآربه ونجاحاته، الشيطان وكأنه يقرأ المشهد الحالي. بس فأنا كده جات لي على بالي وأنا عمال أفكر، مش بقول لكم جاي نوع على حاجة كبيرة قوي. طيب نشوف أبرز ما في فقرات